طمنيني كيف تركتي؟ استنيت لحتى نزل ضغطه، الحمد لله مرقت على خير. سلامته إن شاء الله. شكرا. تليفونك كان مغلق، شحنه خلاص فجأة. كنت ناطرة تحاكيني، اتفقنا نطلع نتعشى مع بعض. عن جد؟ معقول نسيت عمران؟ عأساس نغير جو؟ متذكر اني قلت لك بنحكي، مالي متذكر اني وعدتك. لكن وين كنت كل هالوقت؟ عشاء عمل. عشوات العمل كتراني هالايام، امتى رح تفضى ونقدر نطلع سوا؟ شي يوم بنطلع. انت منيح؟ ماني منيح. عمران، حاول تنسى اللي صار، نحن الاثنين بهالحياة ما قلنا غير بعض. أنا كمان رح زبط أموري ورح صير أحسن. بدي أنقذ الحب اللي جمعنا. أنت تعبان مو؟ قوم نام. أنا كمان رح غير ثيابي ونام. تمام. أمينة كيف صار بابا؟ إيه منيح نشكر الله. تمام أنا رح أجي بعد شوي بشوفك. أبوكي منيح؟ إيه. ليش عم تضب أغراضك؟ بعد الظهر رايح على أنقرة، عندي اجتماع كتير مهم. شو رأيك بفنجان قهوة؟ تأخرت كتير، لازم أطلع. عمران، البيبي خلاص راح وخسرته، بس صدقني أنا زعلت كتير لأن نزلته، بس هذا البيبي كان رح ينهي زواجنا. عمران، قصدك تقولي إنك ارتحتي لأن نزلته، ما هيك؟ أنا كل اللي بدي إياه هو أنت عمران. قبل قصة البيبي كنا مرتاحين، أنت كنت تقول هالجملة مزبوط؟ ولا لتكون مالك مرتاح معي؟ أنا مرتاح معك. أنا تأخرت. ممتاز، نشكر الله الضغط هلا كتير منيح. حبيبي خوفتني عليك كتير، بترجاك لا تخوفني عليك مرة تانية. رح ضل جنبك، انت ارتاح شوي. سلامتك يا عمري. ديما شبك مسعود بيك منيح، لا تزعلي. الرقم المطلوب. شايفتك كتير معصبة ومتضايقة. عمرها متغير كتير أمينة، أكيد بيكون زعلان على ابنه، هاد شي طبيعي. لا، في شي أكبر. لا تكوني شاكة إنه رفيف لساها بحياته،
البيبي كان سبب اهتمام عمران برفيف، وهذا السبب ما عاد موجود. بعرف إنه ما عاد موجود، ما في بيبي ورفيف راحت، بس ليش عمران متغير هالقد؟